محمد بدل يفتح بايكيدو الكبار مع جماعة الرجال العشرة التقليدية إن شاء الله بإذن الله والأيكيدو وبوشيكي السلام عليكم. السلام عليكم، معكم الشيخ الأستاذ المؤسس رياضة التوشينكي والهاكي جيتسو في الجزائر. الشيخ كلمة حول هذه الرياضة والخمسة شاملة التي تقوم بها في المجال الوطني. إن شاء الله أنا رانا ندير في التكوين تاع الشيوخ يعني في عدة ولايات الوطن، ورانا إن شاء الله نطوروا فيها بالأقل بالإمكانيات اللي موجودين إن شاء الله. هل هناك هلا مصارعين في هذه الرياضة راهم يشاركوا إقليميا في المحالف الدولية؟ نعم، فيها مصارعين في عدة ولايات ويشاركوا في البطولة الولائية والجهوية والوطنية، وفيما يخص الدولية إن شاء الله من العام الجاي إن شاء الله يبقوا يشاركوا الدولية. مرحبا بكم، معك المدرب زازو عبد الفتاح، مدرب الفنون القتالية الدوشينكي هابكي جيتسو. بتظهر هذا المهرجان في فن القتالي الجزائري الدوشينكي هابكي جيتسو، هذه الرياضة جزائرية 100% تحت تأسيس الخبير الدولي في الفنون القتالية الدكتور الشيخ رقيب أبو مدين أستاذنا والشيخ تاعنا، وحنا كذلك رانا نقوم بالعمل تاعنا لنشر هذه الرياضة إلى أوسع نطاق. فيما يخص هذه الرياضة ليست رياضة وطنية فقط، وإنما إنها رياضة عالمية تمارس على مستوى 105 دول عالمية، من الدول المجاورة وغير المجاورة، الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، الدول الأسيوية وغيرها كثير. فيما يخص نحن هنا في بلدية سيد الشحمي نوعا ما رانا مهمشين، هذه الرياضة الجزائرية نرموا يوقفوا معنا فيها ويدعمونا من ناحية القاعات، وكاع رانا نقوم بالعمل تاعنا من المال تاعنا الخاص، من ناحية الكراء وفي كل شيء، رانا حنايا غير وحدنا، ما كان حتى الدعم لا من طرف البلدية ولا من طرف الولاية ولا غيرها. Good time, Father.